الله يجزيكم. سيت اون ديكلاراسيون للصحفيين كاملين غير بلاتي باش ملي تكون لا ديكلاراسيون لا حطوا هنا ملي تكون لا ديكلاراسيون الله يجزيكم بخير. يكون ياك المسائل ديالكم مقاده مزيانه باش لا باش ندور. شوف راه جديد هذا، انا اعتبروني انا صحفي غير انا ما عندي حتى حاجه هنا باش لا خليكم باش نقادو تعم الفائده الكاملين، وراه يكون عندنا في تعرف كونغيسو ديما باش يكونوا عارفين حتى اللي مصيفطوا الاداره ديالو يقول لا ما جيتيش ما مسدودينش حنا لا ما بجدوش راه مازال غنجلس معاك غنجلس مع هذا راه عهد الانفتاح ديال الرجاء على المحيط ديالنا. السلام عليكم. بلاتي خليها مع الشباب الله يخليك خليك تما حطو وخليك تما قادو غنتعاونوا معاكم. لا سيد راه بغيت ناخذ كل شيء. ها هو غادي يقول لي هو اللي طيح الصفور مع شنيا شمن نمره. الو مرحبا بهم. مرحبا باخوان سعيد باليوم باللقاء معكم الاول كرئيس لنادي الرجاء الرياضي العالمي. اليوم ان شاء الله غادي نبداو واحد العهد جديد وهو يشهد التاريخ لهذا الشيء، لانه لاول مره تلتئم الفعاليات الرجاويه وتتفق على واحد شخص ما نقول سميتي ولا، ولكن شخص رئيس ديال نادي الرجاء من جماهير، وهذا تجسيد كذلك على الرغبه ديال الجماهير الرجاويه انه كيشوفوا اللي طالبات بالتغيير ورحيل المكتب اللي كان وقدوم البدراوي. كنشوفوا الاخوان كذلك المؤسسات المنخرط باش ما نبقاوش نقولوا غير اللي قبيح عليها. كنشوفوا اليوم المنخرطين كيفاش بالاجماع اللي كانوا كثر القيل والقال في هذا الموضوع هذا كلهم يؤازرون وكلمه واحده بالاجماع على شخص ديال الرئيس الجديد يعني. وكنشوفوا الحكماء وكنشوفوا الناس اللي اسماء اخرى اللي جاوا من الامارات، الناس اللي تلاقاو جاوا من كندا. انا مريحه في القهوه الصباح تنتسنى الوقيته باش نجي لهنايا، قال لك جيت من كندا باش نصوت عليك ونكمل النصاب القانوني. كانت حتى مساله ديال واش النصاب يكمل ولا ما يكملش، واخا هو يوم راه يوم عمل والناس المسؤولين كلهم خدامين وجاو. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه رجاء الشعب هو قديم رد شي مرة ولكن ما تيموت. مني خاطبنا الناس وخاطبنا الضمائر الرجوية وخاطبنا يعني تراجويت دي في الناس منخرط جمهور محب الناس اللي كيخدموا. تنشكر حتى واحد الناس اللي رجويين واللي تيخدموا تيخسروا فلوسهم ووقتهم اللي كانوا كيتصلوا بيا، ما هما لا من المنخرطين ولا من المكتب ولا من حكماء اللي كيضيعوا صحتهم ورزقهم باش الرجاء تبقى، وبسببهم باش الرجاء ما كتمرضش ما كتموتش الى مرضات. هذا وقت الرجاء الحمد لله اظن دابا جاوها المضادات الحيويه ولونتيدوت باش تكون رجاء قويه اللي ترجع للسكه ديال الالقاب والهيبه ديالها والقوه ديالها. اللي عارف جاي الدونور رقاب الرجاء ما تيقدش يوقف على رجليه مقاد، خصو شحال باش يدخل في الماتش. هذه هي الرجاء اللي كنقلبوا عليها. عبدو ربي كرئيس ديال هذا كان واعد كما قلت في الحمله، وما كانتش غير حمله للانتخابات. واخا سيدي كنقولوها باش نقول لهم اليوم، راه انا اؤكد لن ادخر جهدا فيما يبدو لي صحيحا قد اخطئ ربما فانني نرجع قطار ديال فريق نادي الرجاء الرياضي العالمي الى سكته الصحيحه تقنيا ولا ماليا ولا اداريا ولا تدبيريا بصفه عامه. الرجاء غترجع الرجاء تيكي تاكا، الرجاء ديال الفرجاء، الرجاء ديال الالقاب ديال البطولات. هذا هو الهدف على جي عبد ربي، هو لن ادخر جهدا ان شاء الله بمعيه ديالكم نتوما وسائل الاعلام، راه دوركم مهم
وانا كنقول راه ما غنبقاوش مخاصمين مع وسائل الاعلام ان شاء الله. وكاينه مصالحه غادي يكون عندنا لقاءات دوريه، غيكونوا عندنا حلقه تقييميه من بعد المقابلات، من بعد مشاركة في شي بطولات سواء كانت وطنية ولا إفريقية ولا عالمية ولا حتى والمواكبة ولو حتى ماتش بحال اللي غنلعبوا مثلا في اسبانيا اللي غيكون حبي وقالا حتى هو غادي يكون عندكم نتوما دور في التقييم ونقولوا شنو كاين كما تيطرى على في دول اخرى كنشوفوا في قنوات اسبانيه وفرنسيه كي تسالي باريس سان جيرمان تيتفتحوا البلاطويات وكيبدا هذا هو الرجل اللي جايه. وغادي هذه غتكون هذه واحد واحد طفره وواحد واحد لمسه جديده على كره القدم الوطنيه. ما غنبقاوش نتسنى هنايا غير واش العاد شكون تحكيم ونبقاو نبكيو، لا سيدي عاد جديد مع وسائل الاعلام نتوما والدور ديالكم باش تبلغوا الصوت ديالنا باش نرقاو بهاد كرة القدم الوطنية ماشي غير في قلب الرجاء الوطنية كاملة. الرجاء هذا العهد الجديد هذا هو عهد الانفتاح على وسائل الاعلام على العصبة كذلك وعلى الجامعة. ما غاديش نخويو بلاصتنا ونديرو سياسة ديال الهروب الى الامام. هو هارب خايف وغادي لقدام لا شتي تقولوا هذا هو البطل، لا غادي نرجعوا لبلاصتنا اللي غادي نكون عندنا ممثل اللي كيهضر علينا.